وما زلنا نتابع المزيد بشأن العلاقات المصرية الإماراتية، وينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية ومن خلال متابعتك لهذه الجزئية الخاصة باحتفالية مصر والإمارات قلب واحد، قراءتك ورؤيتك لمدى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، والتي وصفها الأمين العام لجامعة الدول العربية أنها مثال يجب أن تحتذي به جميع الدول العربية في التعامل فيما بينها. بالضبط، العلاقات بين مصر والامارات علاقات استراتيجيه وعلاقات تاريخيه الحقيقه، منذ يعني شيخ زايد بن نهيان الحقيقه، واعتقد كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بتؤكد وتلخص هذه المسيره، انها مسيره دائما على قلب رجل واحد، والتفاهم والاخاء، وبالفعل يعني كل مصري يحمل في قلبه محبه خاصه وامتنان دائم. نفس الامر بالنسبه للامارات، الحقيقه الشعب الاماراتي شعب عريق وشعب عظيم، وبيمكن للشعب المصري يعني حب وامتنان وتفاهم، وهي علاقات مثاليه جدا فعلا، يجب ان تكون مثالا للعلاقات العربيه، لانه العلاقات بتمثل نموذج مثالي جدا للعلاقات الطيبه بين الشعبين والدولتين، يعني رسميا وشعبيا الحقيقه. في الصدق، في الأخوة، في المودة، في التوافق، في كمان زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن العلاقات على اختلاف القيادات والحكومات بتظل نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة. نعم. والتفاهم وتفرق الرؤى والعلاقات الاستراتيجية في السياسات الإقليمية، في المواقف، تنسيق المواقف وتطابقها تقريبا من كل القضايا العربية، الدفع نحو الشراكة والتعاون، الدفع نحو التعاون على مستويات مختلفة. واحنا فاكرين كويس موقف الشيخ زايد الله يرحمه على المقولة التاريخية انه البترول العربي ليس اغلى من الدم العربي، والحقيقة والشيخ خليفة وحتى الرئيس سمو الشيخ محمد بن زايد حاليا اللي هو بيرتبط بعلاقات مستمرة وحياة دائمة وصداقة مع رئيس عبد الفتاح السيسي والشعبين، واحنا عارفين انه مفيش زعيم عربي له اسماء مدن واسماء صور، وده بصورة شعبية اكثر من الشيخ غايب وشعب الامارات. وبنشوف كتير جدا من اشقائنا في الامارات ازاي بيدعوا الى السياحة في مصر والى دعم مصر والى العلاقات المختلفه، وده بيمثل نوع من العلاقات تتجاوز الرسمي والشعبي الى علاقات قلوب حقيقيه يعني، وصداقه وتفاهم وفهم واقعي وتقدير للظروف الدوليه والاقليميه بشكل في يعني تنسيق وشراكه وتفاهم كبير جدا وللمستقبل. والحقيقه الاستثمارات الاماراتيه في مصر او العلاقات المصريين بالامارات، وده بيترجم الحقيقه في الاحتفاليه اللي معموله، وقد ايه الحضور المصري والاماراتي بشكل كبير جدا على مدى سنوات، في خصوصيه لهذه العلاقه يعني تمثل نموذج يتمنى الجميع أن يسود بين الدول العربية، لأنها علاقة نموذجية جدا. علاقة شاملة مثلما ذكرت أستاذ أكرم، مشكورا، أنها علاقة شاملة لجميع المجالات السياسية، وتوافق في الرؤى تجاه مختلف القضايا والأزمات الموجودة في المنطقة، وكذلك أيضا على الصعيد الاقتصادي. إلى أي مدى من وجهة نظرك أستاذ أكرم هذه العلاقات التي تتسم بالشراكة الشاملة استراتيجية، طبعا علاقة وشراكة استراتيجية شاملة، من الممكن أن تزداد قوة ومتانة خلال الفترة القادمة، خاصة أن هناك الكثير من الملفات المشتركة بين البلدين، على رأسها بالتأكيد كيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تجتاح مختلف دول العالم حاليا، كذلك أيضا الاستعداد لمؤتمر COP27 لتغير المناخ، والذي ستستضيفه مصر إن شاء الله خلال الشهر القادم. يعني من حسن الطالع الحقيقة صديق COP27 وCOP28 سيكون في الامارات العربيه. نعم. والحقيقه انه ده في زي ما انت اشرتي في تطابق وفي تطوير لهذه العلاقات، لانه في رؤيه مصريه اماراتيه وعربيه شاهده بانه العالم والدول الكبرى مشغوله بسياساتها بمنافساتها، احنا عارفين انعكاسات الحرب
بشكل كبير، الامر الذي يستدعي ان يكون هناك مواقف عربيه قادره على التعامل مع هذه التحولات والمتغيرات بشكل مشترك، وده اللي بيحصل فعلا. ناهيك عن يعني حجم الاستثمارات الاماراتيه في مصر، حجم التعاون مع مصر، حجم التنسيق في المواقف الاستراتيجيه وفي الامن القومي العربي والسياقات المختلفه. مصر دائما بتعلن انه امن الامارات من امن مصر. صحيح. ونفس الامر بالنسبه للامارات العربيه، نفس الامر فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه والدفع نحو مواجهه هذه الازمه بكافه الطرق الاقتصاديه بالقدر الذي يقلل من هذه التاثيرات ويدعم فكره الاستثمارات العربيه، خاصه انه اصبح هناك فرص استثماريه عربيه سواء في مصر او الامارات، وفرص يستطيع الاستثمار الاماراتي والمصري ان يستغلها في كلا البلدين لديهم طموح حقيقي ونهضه قويه في سياق هذا الامر. نعم، أريد أن أتوقف أيضا أستاذ أكرم عند نقطة مهمة جدا السيد الرئيس أشار إليها، وهي أنه هذه العلاقات الممتدة على مدار 50 عاما عنوانها الحقيقي التفاهم والتقارب. كيف يمكن أن يعني يتحقق ذلك على أرض الواقع في ظل كل التحديات التي تواجهها دول المنطقة خلال هذه الفترة، دول العالم بأسره، وأتحدث هنا عن التحديات الاقتصادية والأزمة الاقتصادية أستاذ أكرم؟ كما أشرنا، يعني الحقيقة أنه زي ما سيادة الرئيس قال أنه العلاقات اللي بتجمع الشعبين قادرة على صياغة استثمارات وصياغه تعاون اقتصادي يمكنه مواجهه هذا الامر، وكلا الدولتين لديهم فرص استثماريه يمكن استغلالها من الطرف الاخر. والتعاون والشراكه هو الشعار الذي يجمع هذا الامر، القدره على استغلال الفرص وتطوير هذه الفرص، اتخاذ اجراءات وتعاون عربي، توسيع دوائر التعاون العربي بالشكل الذي يمكن الدول العربيه من استغلال ثرواتها وقدراتها البشرية والبنية الأساسية وغيره. كلا الطرفين يستطيع أن يتبادل الخبرات، أن يدعم التفاهم، أن يدعم المشروعات المشتركة، الشراكة في سياق بناء اقتصادات قادرة على الاستدامة. كلا البلدين لديهم طموح فيما يتعلق بالمناخ والطاقة الجديدة وتطوير هذا الأمر. كل هذه الأمور فرص، وأظن أنه كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة ومركزة ومؤكدة في هذا الأمر. وهي ليست فقط خطبة أو غيره، لكنها تعبير عملي عن السياسات والسعي الدائم والاقتراب والتفاهم والشراكة في هذا السياق. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.